طبعا ببارك للمنتخب الاولمبي اكيد طبعا، ده انجاز بيتحقق يعني، نصعد 2 اولمبياد ورا بعض ما اتحققتش غير من الستينات، اول مره في تاريخ مصر ان احنا نعملها تاني، يعني تاني مره بعد اللي عملناها في الستينات. بتفق جدا جدا مع ثابت ان عين ميكالي في اختيار اللاعبين كان مميز، بس طبعا احنا طبعا عارفين دايما ان للاسف اللعيبه المصريين في الفئه السنيه اللي تحت 20 سنه حاجه، ولما بيطلعوا للفريق الاول بيبقى فيه شيفت، يعني دايما لازم اللاعب يبقى عنده القدره الشخصيه وتطور الاداء ان هو عشان ينافس على مستوى الفريق الكبير. بس طبعا اكيد احنا النهارده في انجاز كبير جدا، المنتخب الاولمبي بيحقق التاهل للاولمبياد بكلين شيت في 4 مباريات، حاجه مميزه جدا للدفاع والحارس المرمى طبعا حمزه علاء، عايز اشيد جدا باتنين بصراحه في ماتش النهارده، حسام عبد المجيد واحمد نبيل كوكا. النهارده كوكا عمل مباراه ممتازه جدا جدا. حمزه علاء بص النهارده، حمزه وحسام عبد المجيد الاثنين دول، وحسام جاب جون بس كان تسلل يعني، وفعلا كان القرار كان صحيح، بس هو ارتقائه بامانه في كل الكرات العرضيه. يعني بالمناسبه انت بتتكلم برضو لانه ده لفت نظري، تقريبا الاربعه اللي بيلعبوا ورا زمالك الاثنين يعني الباك رايت والباك ليفت والاثنين ده كلهم وراهم حمزه علاء اهلي. نعم. ما برضو عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه منتخب مصر، يعني انت عندك اهو حمزه بدون خط الدفاع ده تحديدا عنده هتبقى لن يظهر كما ظهر. صحيح طبعا، والعكس صحيح، خط الدفاع بدون حمزه طبعا لم يظهروا كما ظهروا. وبالتالي هو ده اللي احنا يعني، هو ده التقارب اللي احنا بنتكلم عنه. لا، وكمان البطوله كان بتاكد فعلا ان التنافس القاري في قاره افريقيا يعني لحد ما بدا يتجه فعلا ان هو بينحصر ما بين مصر والمغرب، يعني مصر والمغرب اصبحوا مسيطرين على التنافسيه في بطولات كتيره، سواء على مستوى الانديه او حتى صحيح. على مستوى صحيح. المنتخبات، بعيدا يعني عن طبعا بطوله كاس الامم الافريقيه اللي بيجي فيها يعني المنتخبات بقى، بيجي اللعيبه النجوم والمحترفين في اوروبا، فاكيد بيزود. لكن النهارده ان شاء الله هنشوف، اعتقد صعب جدا ان مالي تقدر ترجع على المغرب، فاعتقد هنشوف نهائي شرس للغايه ومباراه حلوه صحيح. ما بين مصر والمنتخب المغربي، منتخب قوي للغايه، واعتقد عندهم ولد محترف في برشلونه، ولد كويس جدا جدا تحت 20 سنه وبيلعب كمان مع فريق برشلونه بيه، فولد مميز، فاعتقد ان شاء الله نشوف مباراه حلوه، واكيد اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نزيد من فرحتنا بالتاهل للاولمبياد بان احنا نحرز ان شاء الله اللقب.